السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أعزائي طلبة الصف 11 علمي والتكنولوجي، مع استمرار دراستنا للوحدة الرابعة بعنوان الكيمياء الكهربائية، ودرس رقم 44 من تفاعلات الأكسدة والاختزال رقم 8. يتضمن درسنا اليوم أهدافاً عدة عزيزي الطالب، يتوقع من خلالها أن تكون قادراً على تفسير مفهوم الأكسدة والاختزال بدلالة كل من كسب وفقد الأكسجين، وبدلالة انتقال الإلكترونات، وبدلالة التغير في عدد التأكسد. والهدف الثاني هو التمييز بين العامل المؤكسد والعامل المختزل في المعادلة الكيميائية الموزونة. والهدف الثالث هو كتابة أنصاف التفاعلات في المحاليل المتعادلة. وأخيراً وليس آخراً، التنبؤ بتلقائية حدوث التفاعل الأكسدة والاختزال اعتماداً على سلسلة النشاط الكيميائي. في البداية لابد من تذكر مفهوم كل من الأكسدة والاختزال، حيث نجد أن مفهوم الأكسدة يتضمن زيادة في ذرات الأكسجين وفقد في عدد الإلكترونات وزيادة في عدد التأكسد وتأكسد العامل المختزل، بينما مفهوم الاختزال يتضمن نقص في ذرات الأكسجين واكتساب في عدد الإلكترونات ونقص في عدد التأكسد واختزال العامل المؤكسد. وهناك أيضاً مفهوم عدد التأكسد، ونعني به مقدار الشحنة التي تحملها الذرة مقداراً وإشارة حسب قواعد متفق عليها. ولا بد من التنبه عزيزي الطالب أنه عند حساب عدد التأكسد يجب أن يترافق ذلك بشحنة موجبة أو سالبة. ولحساب عدد التأكسد نستعين بعناصر الجدول الدوري من خلال موقعها في المجموعات، حيث نجد أنه في الفلزات عناصر مجموعة 1 واثنين وثلاثة A، عدد التأكسد كل منها بالترتيب زائد 1 زائد 2 زائد 3، بينما في عناصر اللافلزات المتضمنة المجموعة 5A و6A و7A و8A، نجد أن عدد التأكسد لهذه العناصر سالب 3 سالب 2 سالب 1 وصفر. في المجموعة الرابعة A نجد أن عدد التأكسد قد يكون موجب 4 أو سالب 4 حسب موقع العنصر داخل المركب. الآن عزيزي الطالب سنستعرض معا مجموعة من التدريبات. لدينا التفاعل الآتي: تفاعل أكسيد الألمنيوم مع أول أكسيد الكربون ينتج غاز ثاني أكسيد الكربون وذرة ألمنيوم. الآن نحسب أي منها حدث له اختزال وأي منها حدث له أكسدة، ومن ثم نحاول أن نجد الإجابة الصحيحة. نجد الألمنيوم في مركبه عدد تأكسده يساوي زائد 3، حيث أنه لدينا من المعلوم أن الألمنيوم يقع في المجموعة الثالثة A من الجدول الدوري. تحول عدد تأكسده في النواتج إلى القيمة 0، حيث أن ذرة الألمنيوم في الحالة المتعادلة عدد تأكسده يساوي 0، وبالتالي من زائد 3 إلى 0 حدث نقص في عدد التأكسد، أي أن العملية عملية اختزال. إذا بحثنا في الإجابات عن الألمنيوم حدث له اختزال، لكن مكتوب في الإجابة C أن عدد التأكسد قد زاد، وهذا غير صحيح. لنبحث الآن عن الكربون في أول أكسيد الكربون.
من المعلوم أن عدد تأكسد الأكسجين يساوي سالب 2، وبالتالي عدد تأكسد للكربون يساوي زائد 2. في النواتج عدد التأكسد عند حساب عدد التأكسد للأكسجين نجد أنه يساوي سالب 4، حيث أن الأكسجين قد تكرر مرتين، وبالتالي عدد التأكسد للكربون يساوي زائد 4. وكما قلنا في البداية أن الكربون من العناصر التي من الممكن أن يتغير عدد تأكسدها حسب موقعه في المركب، وبالتالي حدث له زيادة في عدد التأكسد، أي حدث له عملية أكسدة وزاد عدد التأكسد، وبالتالي الإجابة الصحيحة هي الإجابة A. في التدريب عزيزي الطالب يتمحور السؤال حول مفهوم العامل المختزل والعامل المؤكسد، حيث قلنا في بداية هذا الدرس أن يتأكسد العامل المختزل ويختزل العامل المؤكسد، وبالتالي فإن عدد التأكسد لأيونات الرصاص هي زائد 2، بينما في النواتج قيمة عدد التأكسد للرصاص يساوي 0، وبالتالي من زائد 2 إلى 0 عدد التأكسد للرصاص قد نقص، وبالتالي فإن العملية عملية اختزال، أي أن أيونات الرصاص هي عامل مؤكسد، أي أن الإجابة D BB بلس 2 عامل مؤكسد. في التدريب لدينا تفاعل من النيكل مع كلوريد النحاس الثنائي، ينتج عنه نحاس وكلوريد النيكل الثنائي. السؤال: ما نصف تفاعل الأكسدة في التفاعل السابق؟ حيث نستطيع أولا أن نحدد العملية الأكسدة وعملية الاختزال من خلال حساب عدد التأكسد لكل عنصر، فهنا يتمحور حساب عدد التأكسد حول النيكل وحول النحاس. نجد أن النيكل في عنصره يساوي 0، بينما في مركبه هو زائد 2، وبالتالي هنا حدث زيادة في عدد التأكسد، أي أن النيكل حدث له عملية أكسدة، وبالتالي نستطيع أن نكتب التفاعل بالشكل الآتي: Ni يؤدي إلى تكون Ni بلس 2، ولمعادلة الشحنات الموجبة والسالبة نضيف إلكترونين إلى طرف الشحنات الموجبة، فيتكون لدينا Ni يؤدي إلى تكون Ni بلس 2 زائد 2 إلكترون، أي أن الإجابة هي C. في التدريب عزيزي الطالب لدينا التفاعل بين أيونات الصوديوم والبروم والكلور، ما المادة التي تعمل كعامل مؤكسد في التفاعل السابق؟ وقد قلنا أنه يختزل العامل المؤكسد، أي يحدث له اختزال من خلال رؤيتنا لأيونات الصوديوم، نجد أنها لم تتغير في عدد التأكسد. لدراسة أيونات البروم نجد أن عدد التأكسد لا يساوي سالب 1، عند تحولها النواتج تساوي 0، أي حدث لها زيادة في عدد التأكسد، أي أصبح لها عملية أكسدة، أي عامل مختزل. لنرى الكلور، الكلور عدد التأكسد له يساوي 0، عند تحوله في النواتج
أصبح يحتوي على عدد تأكسد يساوي سالب واحد من صفر إلى سالب واحد، أي عملية اختزال لأنه زاد في عدد تأكسده، وبالتالي نقول أنه يختزل دائما العامل المؤكسد، أي أن الإجابة هي Cl2، الإجابة D. في التدريب، أي من التفاعلات التالية يعتبر غير تلقائي؟ لدينا 4 خيارات، وهنا السؤال عن التفاعل غير التلقائي، أي أن العنصر الأقل نشاطاً لا يستطيع أن يحل محل العنصر الأكثر نشاطاً في محلوله المائي، وبالتالي نلجأ للاستعانة بسلسلة النشاط الكيميائي كما درسناها من قبل. نجد أن في التفاعل A Zn هو أكثر نشاطاً من أيونات النحاس في محلولها المائي، وبالتالي هذا تفاعل تلقائي. في التفاعل B نجد أن Fe هي أكثر نشاطاً من أيونات الفضة في محلولها المائي، وبالتالي التفاعل هنا يعتبر تلقائي. في المعادلة C نجد أن Mg فلز أكثر نشاطاً من الخارصين في محلوله المائي، وبالتالي يعتبر تفاعل تلقائي. وأخيرا في التفاعل دي نجد أن Fe هو أقل نشاطا من أيونات الخارصين في محلولها المائي، وبالتالي يعتبر هنا التفاعل غير تلقائي. في تدريب، السؤال هنا عن الأيونات المتفرجة في التفاعل الذي أمامنا، ولدينا مجموعة من الخيارات، ونعلم أن الأيونات المتفرجة هي أيونات لم تشترك في التفاعل، وهي موجودة في شكل أيونات في المحاليل المائية، وبالتالي فإن الأيونات المتفرجة موجودة في المواد الناتجة على شكل محلول مائي، وهي عبارة عن أيونات النترات وأيونات الصوديوم، أي أن الإجابة هي D، أيونات الصوديوم وأيونات النترات. في التدريب، اكتب معادلتي نصفي التفاعل المعادلات الآتية ثم زن كل منها واجمعها، حيث لدينا AU plus 3 زائد CU يؤدي إلى ظهور AU زائد CU plus 2. من خلال التفاعلات نجد أن نصف تفاعل الاختزال بالنسبة لـ AU plus 3 كان زائد 3، تحول إلى ذرة متعادلة عدد أكسدة يساوي 0، أي حدث زيادة في عدد الإلكترونات ونقص في عدد التأكسد، أي حدث له اختزال، فتكون العملية كالتالي: AU plus 3 زائد 3 إلكترونات سالبة يعطينا AU ذرة متعادلة. طيب، ولتحديد عملية الأكسدة، CU عدد التأكسدة يساوي 0، تحول في النواتج إلى بلس 2، أي حدث له عملية أكسدة نظرا لزيادة عدد التأكسد ونقص في عدد الإلكترونات، وبالتالي يصبح نصف تفاعل الأكسدة كالتالي: Cu يؤدي إلى ظهور Cu بلس 2 زائد 2 إلكترون. الآن نجد أن هناك اختلافاً في عدد الإلكترونات لإيجاد التفاعل الكلي. نلجأ إلى إيجاد معامل مناسب لتوحيد قيمة كل من عدد الإلكترونات في
نصف تفاعل الاختزال ونصف تفاعل الأكسدة، وذلك من خلال ضرب نصف تفاعل الاختزال في 2، وتكون النتيجة 2e بلس 3 زائد 6 إلكترون يؤدي إلى ظهور 2AU ذرة متعادلة. أما في نصف تفاعل الأكسدة فنلجأ لضرب التفاعل بمعامل 3، حيث يكون الناتج 3Cu يؤدي إلى ظهور 3Cu بلس 2 زائد 6 إلكترون. نجد أن عدد الإلكترونات هنا في التفاعلين قد تساوى، فنلجأ إلى التفاعل الكلي. نستطيع الآن إيجاد التفاعل الكلي، حيث نقوم بعملية شطب لعدد الإلكترونات المكتسبة والمفقودة، وإيجاد التفاعل الكلي كل حسب موقع. في التدريب باستخدام سلسلة النشاط الكيميائي، هل التفاعل الحادث عند غمر ساق من الحديد في محلول كبريتات النحاس تلقائي أم غير تلقائي؟ وفسر إجابتك. من خلال استخدام سلسلة النشاط الكيميائي نجد أن عنصر الحديد يسبق عنصر النحاس في محلول المائي، أي أنه أكثر نشاطا منه، وبالتالي الإجابة تكون التفاعل تلقائي، لأن الحديد أكثر نشاطا من النحاس، حيث أن الحديد يقع أعلى النحاس في سلسلة النشاط الكيميائي. كذلك من خلال التفاعل لتفسير هذه الإجابة نكتب التفاعل Fe زائد CuSO4 يؤدي إلى تكون محلول مائي من كبريتات الحديد الثنائي FeSO4 زائد ذرة نحاس Cu، حيث نجد أن الـ Fe عدد تأكسده يساوي صفر قد تحول إلى محلول مائي من كبريتات الحديد الثنائي موجب الشحنة، أي أن عدد تأكسده يساوي زائد 2، وبالتالي من صفر إلى زائد 2 تسمى هذه العملية عملية أكسدة. وفي محلول كبريتات النحاس الثنائي موجب الشحنة تحول إلى ذرة نحاس عدد تأكسده يساوي صفر، وبالتالي فالنحاس هنا قام بعملية الاختزال حيث تغير رقم تأكسده من زائد 2 إلى صفر. وفي الختام مع تمنياتنا لكم دوما بالتوفيق والنجاح إن شاء الله.